الصحافة المحلية هناك. يعني الآن أثيوبيا في الأسبوعين الماضيين دفعت بقوات عسكرية في منطقة بركة. منطقة بركة منطقة الأثيوبيين قلبوا اسمها عملوها بلخت، هي اسمها بركة، عندنا سودانيين مولودين فيها وموجودين فيها. أدخلوا لها قوات دبابات مدفعية الأسبوع الماضي، وهذا تصعيد. أيضا أمس وأول أمس أدخلوا قوات إلى منطقة قطران، هذا أيضا مستوطنة الفشل الصغرى، أدخلوا لها قرابة 3000 جندي بكامل أسلحتهم. نحن برضو بنعتبر أنه هذا تصعيد. نحن في كل مكان حنظل طالب أثيوبيا بأنها تنسحب من الأراضي السودانية، لأنها هي الآن محتلة أراضي سودانية وبتقول للعالم أنه السودان محتل أراضي أثيوبيا، لكن نحن عارفين أنه دي أراضينا، وهم بيقولوا الكلام ده عشان نحن ما نستمع الأمر أو تمهيد لعمل عدائي هم ناويين يقوموا بهم. نحن جاهزين، نحن لا ضعيفين ولا حقنا ده، كلنا ممكن نموت فيه، كلنا نمشي له.